أولى النهاردة هنحكي عن قديس اسمه الأنبا إبرقام. الأنبا إبرقام ده كان من فترة قريبة، مش قريبة قوي يعني، في قرية صغيرة في جنوب مصر، يعني في الصعيد، بلاد بعيدة خالص عن هنا. اتولد وكان اسمه بولس. كان اسمه بولس، اتولد في قرية صغيرة في الصعيد في جنوب مصر. كان عيلته اللي هم باباه ومامته ناس بتعرف ربنا وبتحبه قوي، ناس تقية، وعلموه ده من صغره. وكان متعلم ان هو يواظب على حضور الكنيسة والقراية في الكتاب المقدس. لما كبر شوية الأنبا إبرقام حب ان هو يتفرغ للحياة مع الله، يفضل يصلي ويسبح لربنا. راح الدير وترهب في الدير، وبقى اسمه بولس غبريال. يبقى هو الاول كان اسمه بولس، لما اترهب بقى اسمه بولس غبريال. كان بيخدم الرهبان وبيعلمهم وبيساعدهم في اي حاجة هم محتاجين فيها مساعدة. وعشان كده الرهبان اللي كانوا معاه في الدير كانوا بيحبوه، وهو كمان كان بيحبهم. بعد فترة تاني لما كبر حبة كمان، بقى اسقف لمحافظتين هما الفيوم والجيزة، وبقى اسمه الأنبا إبرقام. يبقى هو الأول لما اتولد كان اسمه بولس، لما اترهبن بقى بولس غبريال، ولما بقى اسقف على محافظتين اللي هما الفيوم والجيزة بقى اسمه الأنبا إبرقام. الأنبا إبرقام ده كان معروف عنه ان هو بيحب يساعد الناس الفقيرة اللي محتاجين مساعدة، واي حد كان بيطلب منه اي حاجة كان لازم بيديها له على طول. حتى لو في وقت كانت الفلوس اللي معاه بتخلص كان ممكن يقلع الشال او البلطو بتاعه علشان يديهوله، المهم ان هو يساعده باي حاجة. وعشان كده كانت الناس كلها بتحبه، لانه اي حاجة بيطلبوها منه كان لازم بيديها له. وكان متعود ان هو على طول بيسهر علشان يصلي لربنا. وكان في طلبة كتير قبل الامتحانات بيروحوا له علشان يصلي لهم، علشان ربنا يساعدهم في امتحاناتهم. وكان دايما بيسيب باب الكنيسة مفتوح علشان الكنيسة تستقبل اي حد من المحتاجين للطعام او الصلاة، عشان يصلي لهم او يديهم الاكل عشان ياكلوه. الآية بتاعت النهاردة بتقول كل من سألك فاعطيه، كل من سألك فاعطيه. يعني ايه؟ اي حد يسألني عن اي مساعدة، سواء في اكل، سواء في فلوس، سواء مثلا لو حد من صحابي عايز يفهم حاجة انا فاهمها اشرحها له، حد محتاج فلوس وانا معايا ومش محتاجها دلوقتي ممكن اديها له، حد محتاج مني اكل وانا معايا اكل كتير ممكن اديله. المهم ان انا ما اقولش لحد انا مش معايا او انا مش هديلك. كل من سألك فاعطيه، كل من سألك فاعطيه. القصة دي القصة بتاعت النهاردة.